متتبع قناتنا الأوفياء الذين يشاهدونها من داخل المغرب ومن خارجه وكذلك الزوار الجدد، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة إن شاء الله. موضوع حلقتنا لليوم فهو موضوع حصري جدا، وأنا أعي ما أقوله وأتحدى أي شخص يقول لي بأن هذه الحلقة ليست حصرية. وموضوع حلقتنا اليوم هو عن كيفية جعل مصباح 220 فولت يشتغل أو يومض فقط باتصال هاتفي منك، وهذا الأمر فهو لا يتطلب شراء أي جهاز من الانترنت أو أي شيء، فكل شيء متاح أمامك، وكل القطع التي سوف نستعملها فهي متوفرة للجميع. فكل ما عليكم هو مشاهدة هذه الحلقة، فابقوا معنا. عموما هذه هي مجموعة من الأشياء البسيطة والمتوفرة للجميع والتي سوف نحتاجها في هذا الشرح، ولكن قبل أن أقدمها إليكم فأريد توجيه رسالة صغيرة لجميع أصحاب القنوات. فبالنسبة للأشخاص الذين يقدمون لك ابتكار ويقولون لك رابط شرائه من كذا وكذا، فليس الإبداع يا عزيزي هو أن ترينا كيفية شراء هذا المنتوج، وإنما الإبداع هو أن تصنع شيئا بنفسك ولو كان بسيطا للغاية. عموما بالنسبة للأشياء التي سوف نحتاجها، فأنت بحاجة إلى هاتف خلوي عادي جدا كيفما كان نوع الهاتف. شرط واحد أن يكون شغال وأن تكون خاصية الاهتزاز أو ما يسمى بالفيبريشن أو الفيبرور شغالة في هذا الهاتف. هذه هي هاتفين، سوف أختار أحدهما. ثم فأنت بحاجة إلى أداة التلحيم وهي غنية عن التعريف. ثم بالنسبة للقطعة الأهم والتي قدمت لكم شرح لها في حلقة سابقة، تجدون رابطها أسفل الفيديو، والمسمت بالريلي، فأنت بحاجة إلى ريلي من فئة 3.5 فولت، وهو متوفر يمكنك شراؤه في بلدك أو يمكنك انتزاعه من بعض الأجهزة القديمة. وبما أن هذا الريلي يصعب العثور عليه أو يصعب شراؤه، فقد قمت بابتكار ريلي بنفسي ووضعت لكم حلقة أسفل الفيديو لكيفية صنع ريلي بنفسك من مواد بسيطة جدا ومتوفرة للجميع. لاحظوا معي هنا عود مثلجات، محرك، بعض الأشياء البسيطة جدا وهو سهل للصنع. كخطوة أولية تأخذ الهاتف الذي قمت باختياره، تقوم بانتزاع البطارية كما فعلت، وتقوم بفتحه باستعمال مفك براغي مناسب. بعد الانتهاء من فتح كل البراغي تقوم بفتح الهيكل الخاص بالهاتف باستعمال أداة مناسبة ولكن دون الإضرار بالهاتف. بعد ذلك تقوم بانتزاع البوردة الأم هكذا، هو أمر بسيط جدا، باستعمال أداة مناسبة على هذا الشكل. إذن بالنسبة للقطعة التي سوف نحتاجها، إذن لاحظوا معي هذا المحرك الصغير والذي يدور، فهو محرك صغير جدا يعمل بطاقة 3 فولت، وهذا هو المصدر الذي يزوده بالطاقة. لاحظوا معي، سوف أقوم بانتزاع لتروه جيدا، هذا الشكل، هذا هو المحرك الخاص بنا وهو الذي يقوم بعملية الاهتزاز. فدورا هذا الرأس وهذه الكتلة تحدث اهتزازا، وقد سبق وتعاملنا مع هذا المحرك في حلقة سابقة، ألا وهي حلقة كيفية صناعة ماوس يتحرك أثناء اللعب أو يهتز أثناء اللعب. إذن الخطوة التي عليك القيام بها ولا وهي تثبيت سلكين صغيرين، سلك هنا وسلك هنا، باستعمال أداة التلحيم، أو يمكنك تلحيمها مباشرة في المكان الذي يزود هذا المحرك بالطاقة، وهذا هو المكان. تقوم بتلحيم سلك هنا ثم تقوم بتلحيم سلك هنا. الآن سوف أقوم بتلحيم هذه الأسلاك ثم نعود إليكم. إذن كما تلاحظون فقد قمت بتلحيمها في هذا الهاتف. لاحظوا معي لدي سلكين قمت بتلحيمهما في مكان محرك الاهتزاز أو محرك الفيبريشن. هذا هو الشكل النهائي، أمر بسيط جدا ولا يتطلب أي مجهود أبدا. بعد ذلك نأخذ قطعة الريلي التي تحدثت لكم عنها. فلكيفية التعامل مع هذا الريلي أو لأي سؤال قد تطرحه، فأنا أنصحك مجددا بمشاهدة الحلقة أسفل الفيديو التي أقدم فيها شرح مفصل لكيفية التعامل معه. إذن سوف أقوم بتثبيت السلكين في مدخل هذا الريلي. فهناك من يسأل أين هي مداخل هذا الريلي، فمداخله فهي تكون مكتوبة في هذا المخطط الموجود فوق الريلي كما تشاهدون. هذا هو المخطط، فيمكنك ملاحظة كل شيء هنا، أو يمكنك ببساطة مشاهدة الحلقة وسوف تفهم كيفية التعامل مع هذا الريلي. إذن
وبما أن أغلبية الأشخاص لا يتوفرون على هذا الريلي، فأنا مباشرة سوف أتعامل مع الريلي الذي قمت بابتكاره. إذن كما ترون لدي سلكين خارجين من هذا المحرك، وأذكركم مرة أخرى بمشاهدة الحلقة أسفل الفيديو لصناعة واحد خاص بكم. إذن ما سوف نقوم به؟ ببساطة سوف نقوم بتلحيم كل سلك مع سلك آخر الخاص بمدخل الريلي. أقوم بتثبيت السلك الأول ثم أقوم بتثبيت السلك الثاني. بعد ذلك أقوم بتغليفها باستعمال الشريط اللاصق، وهذا أمر ضروري بطبيعة الحال. أقوم بتغليف كل سلك على حدة هكذا، ثم نفس الشيء بالنسبة للسلك الثاني. إذن كما ترون فالأسلاك الخارجة من محرك أو أداة اهتزاز الهاتف فقد قمنا بتثبيتها مع مدخل الريلي، سواء الريلي الذي قمنا بابتكاره والذي تجدون رابط له أسفل الفيديو، أو الريلي الذي تقوم بشرائه أو انتزاعه من أي جهاز، فنفس الأمر. إذن يتبقى لي السلك الخارج من الريلي، فالأمر بسيط تماما. فما سوف نقوم به هو وضع مصباح مع هذا الريلي، فكما قلت لكم في الحلقة السابقة فهذا الريلي يعمل كقاطعة، وسوف نضعه مع المصباح على أساس أنه قاطعة، ثم سوف نرى النتيجة. إذن كما تلاحظون أمامكم فقد قمت بتركيب الهاتف مع الريلي من المدخل، وقمت بتركيب مصباح 220 فولت مع مخرج الريلي. وهذه الأمور كي تفهموها مرة أخرى فأنا أنصحكم مرة أخرى بمشاهدة الحلقة أسفل الفيديو. إذن وقد قمت بتركيب القابس من مصدر التيار الكهربائي، ما سوف أقوم به هو إجراء اتصال هاتفي هكذا. لاحظوا معي، بمجرد أن يبدأ هذا الهاتف الرنين فإن المصباح سوف يبدأ في الاشتغال، وللتذكير فهذا مصباح 220 فولت ويتحكم به فقط هاتف صغير، وهاتف يؤدي إلى اشتغال هذا المصباح القوي. لاحظوا معي فقد استمر في الاشتغال. كما ترون أمامكم سوف أكرر العملية مرة أخرى، فلاحظوا معي سوف أقوم بإجراء الاتصال الهاتفي بهذا الرقم الموجود في هذا الهاتف، فبمجرد الضغط على ذلك الرقم لاحظوا معي سوف أنتظر مرور الخط الخاص بهذا الهاتف. إذن بعد مرور الخط سوف يبدأ المصباح في الوميض ثم يستقر في الاشتغال بعد دقائق، ومرة أخرى فإن الهاتف يتحكم في مرور التيار إلى مصباح قوي جدا، كما ترون فقد استمر في الاشتغال. الآن حتى تفهموا ما الذي يحدث سوف أقوم بإجراء الاتصال مرة أخرى، ولاحظوا معي ما الذي سوف يحدث داخل هذا الريلي. لاحظوا معي بمجرد مرور الخط فالريلي يتحرك إلى الأسفل، وبذلك يسمح للتيار بالمرور، وبذلك يؤدي إلى تشغيل المصباح. أمر بسيط جدا ويمكن صناعته بالمواد المتوفرة لديك. إذن وحتى نقربكم أكثر لكيفية تشغيل الهاتف لمصباح 220 فولت، فلدينا الريلي وقد تكلمنا عنه في حلقة سابقة، فهو تماما يشبه القاطعة، أي قاطعة التيار الموجودة في المنازل. ولكن الفرق بين هذه القاطعة والريلي هو أن القاطعة تحتاج إلى تدخل البشري، أي يمكنك غلق الدارة فقط باستعمال اليد، ولكن في الريلي لا يمكنك غلق الدارة باليد، وإنما الأمر مختلف حيث تحتاج إلى تيار كهربائي بسيط لغلق تلك الدارة، وهذا التيار فهو يختلف من ريلي إلى آخر. فيمكنك مثلا شراء ريلي 5 فولت أو 10 فولت أو 20 فولت على حسب رغبتك. إذن ما يحدث عند تلقي مكالمة على هذا الهاتف هو أن هذا الهاتف سوف يرسل تيار كهربائي بسيط أو شرارة نحو محرك الاهتزاز أو البيفريشن أو البيفرو الذي شاهدناه بعد قليل في الفيديو. إذن فما نقوم به نحن هو تركيب سلكين لاعتراض هذا التيار، وما سوف يقوم به الهاتف هو إرسال هذا التيار مباشرة إلى الريلي، حيث سوف يقوم هذا الريلي بغلق الدارة، وبذلك يسمح لتيار مكون من 220 فولت بالمرور نحو المصباح وتشغيل هذا الأخير. كما رأيتم حلقة اليوم فقد وصلت إلى ختامها، ولكن انتظروا لدي رسالة مهمة أريد إبلاغكم بها. أولا أتمنى أن يكون موضوع حلقة اليوم قد نال استحسانكم، وأتمنى أن يكون الشرح واضح وبسيط بالنسبة للجميع. عموماً
رسالة اليوم هي أني لدي حلقة مستعد لوضعها حول كيفية إضرام النار أو إشعال النار باتصال هاتفي واحد فقط منك باستعمال أدوات بسيطة ومتاحة للجميع. فنيتي صالحة ألا وهي إيصالكم إلى مستوى عالي من المعرفة بالتكنولوجيا، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين قد يوظفون مثل هذه الفكرة لأغراض شريرة أو سيئة، فرأيكم يهمني جدا، فأكتبوا لنا في تعليق نعم أو لا، هل سأضع هذه الحلقة أم لا؟ وإذا كان الجميع ملح على نعم فسوف أضعها، وإن كان الجميع ملح على لا فلن أضعها، فرأيكم يهمنا جدا. فإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.